برضو من المواضيع اللي عايز اتكلم فيها الحقيقة اعضاء الجمعية العمومية للنادي الاهلي اللي هم ركيزة اساسية مع عائلة الاهلي او من عائلة الاهلي. حضراتكم وضعتم ثقتكم فينا وليكم حق علينا، كل لحظة بنحاول نطور ونحاول نوجد حلول لمشاكل المشاكل اللي بتشاوروا عليها، والأمانة اللي تقتضي ان خلال الدورة اللي فاتت والدورة الحالية اللي لسه ما عداش عليها سنة، اعتقد النادي الاهلي في مكانة اخرى من حيث الخدمات والانشاءات اعتقد دوت. في الدورة الاولى التزمنا بكامل البرنامج الانتخابي بتاعنا، وكان في حاجة اكتر كمان اللي ما تحققش منه بند ولا حاجة مش في ايدينا طبعا، دي حاجات لوائحية يعني، لكن اكثر مما وعدنا به. الدورة الحالية بدأت من شهور وسمعنا بعض الشكاوي، منها مثلا نشاط الرياضي، وبدأنا فعليا في التغيير لان احنا كنا حاسين بده ومحتاجين ان احنا فعلا نطور هذا الامر. النهاردة النشاط الرياضي اذا كان دعم مدربين، اذا كان دعم مدربين اجانب ما مش عارفين مين من مين، فهم هياخدوا اللي هم عشان ينجحوا لازم يشتغلوا بما يعني الصح، والخبرات بتاعتهم ممكن هي تساهم في ولادنا مع ولادنا الناشئين الطالعين الصغارين. ده بيكلفنا كتير لكن ده مهم للنادي الاهلي الفترة اللي جاية. التنظيم الاداري برضو في النشاط الرياضي مهم في النادي الاهلي الفترة اللي جاية، لان فعلا كان حاسين عندنا مشكلة في هذا الامر، وان شاء الله بيتم التغيير ده او تم جزء كبير جدا منه باذن الله، وكمان ان شاء الله يعني هيكون للافضل، نتمنى كده، احنا بنسعى ونتمنى يكون كده. كمان احنا قلنا في برنامجنا الانتخابي للدوره دي ان مثلا يعني ان الاهل الشيخ زايد سيشهد اضافات انشائيه الفتره القادمه. احنا بدانا فعلا، واذا كان هناك يعني اي تأخير ده لا تراخيص لا موافقات لازم ناخدها يعني لا موارد مالية، لكن مع ذلك اخذنا تراخيص المسجد والشغل شغالين في المسجد. المسجد شغال دلوقتي، وبالمناسبة اللي يحب يعني ده طبعا ده لحضراتكم يعني اللي يحب يساهم في المسجد، المسجد ده عمل خير يعني، لكن اوريدي احنا شغالين والمسجد شغال والدنيا ماشية يعني الحمد لله يعني. تم برضو الحصول على ترخيص الجيم الجديد وبيشتغلوا فيه دلوقتي الناس. حمام السباحة الجديد خدنا الترخيص بتاعه، محتاج بس واقفين دلوقتي على بس اللي هي الرسومات الهندسية ومش عارف الانشائية للحمام او ابعاده وكده، الكلام ده هيجي لنا ان شاء الله مع بداية الشهر الجاي هيجي لنا من الاستشاري بتاعنا بإذن الله، وحينطلق برضو على طول. العمل جاري في المبنى الاجتماعي الجديد برضو في الشيخ زايد، هو بقى له فترة بس كان برضو في بعض الموافقات وقفنا عشان في بعض الموافقات والتدفقات المالية، لكن بدايته هو شغال ويعني ماشيين فيه كويس الحمد لله، أو يعني بخطوات أكثر إيجابية. كمان في ملعبين كرة قدم انتهوا خلاص، بيتمهد دلوقتي بس الطريق عشان الدخول ما يبقاش من جوه النادي. هنعمل الملعبين دول، ننتهي الملعب واتفرشت وتنورت كل حاجة، بس بقى دلوقتي بنحاول نعمل طريق من بره ممهد بس كده عشان الأكاديمية كلها تروح من هناك، وما يخشش بقى اللي هم مش أعضاء النادي ما يخشوش من بوابة النادي. والملعبين دلوقتي بتوع الأكاديمية اللي جوه النادي ممكن دولت يكونوا بقى الأعضاء، يتحولوا أعضاء، بس مجرد ما تشتغل دي للأكاديمية ده هتقول بالكامل للأعضاء، هتبقى مساحات أعتقد مساحات كويسة. كمان يعني او احنا بنحاول نشتغل ملتزمين الحقيقه بكلمتنا مع حضراتكم، لكن في عنصرين مهمين انا قلتهم في وسط كلامي بس عايز اقف عندهم برضو. في عنصرين مهمين بيحكمونا يعني
وخارجين على ارادتنا. الوقت اللي بيستخرج يعني الوقت اللي احنا بناخد بعض الوقت، مش احنا اللي بناخده، بس في وقت كده يعني في تراخيص بتستغرق وقت طويل، احنا قدمنا عليها خدناها يعني بعد وده حاجه مش وحشه، بس لازم يبقى في هناك، لان انت المخطط العام للنادي عشان تغير في مكانه او تحط اضافه في مكان لازم تروح بقى لخطوات تانية بتاخد وقتها شويه، لكن الحمد لله زي ما قلت لكم التراخيص في الحاجات اللي انا قلتها خلصت. يعني كمان الموارد الماليه، الموارد الماليه محتاجين تدفقات ماليه، ولازم نبقى واضحين وصراحه. اللي تم في النادي الاهلي خلال الاربع سنوات اللي فاتوا كويس، عمره ما تم، فخد فلوس كتير جدا، ولسه هرجع بقى لموضوع التجمع كمان شيخ زايد. فاحنا بصراحة محتاجين تدفقات مالية، بنشوف مواردها ازاي، بنحاول ان احنا نوجد ده ما هو احنا موجودين عشان كده، لكن لو اتأخرت شوية يبقى عارفين بس السبب، وما نديش فرصة ان احنا كلنا أسرة واحدة حد يعني للأسف يزايد شوية على الموضوع ده. في كمان لينا مستحقات مالية خارجية احنا بنحاول نحصلها، لو اتوجدت اعتقد ان احنا يعني، بس ظروف المجتمع كله، انا بعذر الناس، مستروف المجتمع، ظروف المجتمع كله، فبنحاول نحصل على مستحقات هتدينا دفعة في الموارد المالية دي اللي هي ممكن تخلي الشغل يبقى اسرع شوية، نأمل ان احنا ننجح في ده. يعني هنا برضو عايز اتكلم على الفخر الاخر للنادي الاهلي، نادي الاهلي الجزيرة، نادي الاهلي مدينة نصر، نادي الاهلي الشيخ زايد، النادي الاهلي التجمع. قبل ما اتكلم بشكر كل اعضاء مجلس الادارة بتاعتي ان هم الحقيقة فكروا وخططوا وتحملوا حاجات كتير علشان التجمع يظهر للنور. استلمنا ارض التجمع وغيرناها عشان كان هناك يعني امر ما كان لازم تتغير يعني. وكمان تم دفع قيمة الارض ما يقرب من 700 مليون جنيه، يعني المفروض كلها 700 مليون، دفعنا نسبة كبيرة جدا منها وماشيين على ال يعني توقيتات الدفع يعني ماشيين عليها بانتظام الحمد لله. ده حوالي 700 مليون جنيه تم الصرف في الانشاءات اللي حضراتكم هتشوفوها كويس، ما يقرب من مبلغ يزيد عن 700 مليون جنيه، وصلنا دلوقتي 1.5 مليار تقريبا اذا ما كانش اكتر يعني. فانا بشكر الناس كلها فكروا وازاي ننطلق بهذا المشروع اللي النهارده احنا واقفين فيه. على الفرش والظروف الحاليه برضو نفس بقول لكم الظروف اللي ممكن تتحكم فينا، الظروف الحاليه الاستيراد صعب، ولكن احنا اوريدي حصل هذا الامر، والفرش دوت في خلال شهرين تقريبا النادي ده جاهز باذن الله باذن الله للتشغيل، وهتشوفوا حضراتكم منه برضو بعض الحاجات وانا يعني بعض الصور كده وانا بتكلم يعني. يعني برضو في يمكن امر اخر برضو احب ان اتكلم مع حضراتكم فيه علشان يضيف واقعيا الفخر للنادي الاهلي ولجماهيره ولاعضائه ولكل محبيه. النادي الاهلي يمكن في ازمه كورونا واجتياح كورونا الفتره اللي فاتت، النادي الاهلي تعامل مع الموقف دوت مما اثر عليه ماديا، وان احنا يعني في بعض المشروعات ممكن تبقى خطواتها قليله، ولكن لكل اعضاء النادي مثلا اكيد اتمنى من الله سبحانه وتعالى يكون لكم نصيب من الخير، فان احنا مفيش عامل او موظف في النادي اتاثر بفلوسه او اتاثر بمرتبه، مفيش واحد اتاثر الحمد لله رب العالمين. اللعيبة بس برضو استحملوا معنا شويه ان احنا قسطنا لهم فلوسهم شويه، لكن ما حدش اتاثر. حتى النادي الاهلي كمان من ضمن الحاجات انه ازاي يعني كل المجلس ازاي كل واحد قدم رؤيه وقدم فكر ازاي نتحمل الفتره دي، بس الناس اللي هم يعني هي اكثر احتياجا شويه
ما يكونوش متأثروش. عشان كده اشتغلنا ده ومش منتظرين اي حاجة، لكن الجوائز والتكريم اللي بيجي لنا من الخارج الحقيقة بتخلينا فخورين بده.